هنا كاتالونيا، الحملات والمداهمات الأمنية لا تتوقف للإيقاع بأخطر عصابات إنتاج وتهريب المخدرات، لكن رغم ذلك لا يزال هذا الإقليم أكبر منبع للماريجوانا في أوروبا وبستان المخدرات في القارة العجوز. هذه المركبات الأمنية في طريقها لأداء مهمة بالغة الخطورة، وهي تطويق مزارع المواد المخدرة في كاتالونيا، مزارع أصحابها على وشك أن يجعلوا من كاتالونيا عاصمة الماريجوانا في أوروبا. مئات بل آلاف الأطنان من المواد المخدرة صادرتها الشرطة في هذا الإقليم، لكن ومع وجود تلك العصابات الأمر بات مختلفاً عما سبق. El perill és que aquestes organitzacions primer el que volen és fer negoci. Només volen fer negoci, només busquen els diners. Jo vull fer diners. Després, per assegurar aquest negoci, un cop ja el tenen assegurat, intenten allargar els tentacles i es pot dir corrompre o influir sobre altres tipologies de negocis, sobre altres persones que no estaven dintre d'aquesta xarxa. في نوفمبر من عام 2022 ضبطت الشرطة الإسبانية أكثر من 50 طناً من الماريجوانا كانت تزرع في مزارع وبيوت ومنازل بكتالونيا. كانت وقتها أكبر كمية من المخدر تضبطها السلطات على الإطلاق في البلاد، لكن المشكلة الأكبر أنه ووفق التقديرات الحالية هناك حالة من الذعر والخوف من تحول إسبانيا تدريجياً إلى مركز لإنتاج القنب، وهو ما قد يعمل لاحقاً على استقطاب العصابات الإجرامية من جميع أنحاء أوروبا نحو إسبانيا نظراً لكثرة المزارع غير القانونية في البلاد. La majoria són espanyols, més del 40% dels detinguts són espanyols. Hi ha altres països. Normalment, els països que tenen més influència en això són els països que tenim més propers. És veritat que el fet dels ciutadans d'origen albanès estan agafant un protagonisme elevat, però també els que tenim al voltant, els que tenim fora de la Unió Europea però molt al costat, Marroc, els que tenim per raons socials i històriques a l'altra banda de l'Atlàntic, doncs molts països de la zona sud-americana doncs també estan en el mercat de la marihuana. الأكثر رعباً أن العنف المرتبط بترويج وتجارة تلك المواد في تزايد مخيف بحسب ما ذكرت تقارير صحفية في إقليم كاتالونيا. الشرطة الإسبانية تخشى من أن هذه التجارة قد تخلق كيانات موازية تهدد بقاء وسيطرة الدولة، خاصة بعدما أصبحت كاتالونيا مرتعاً لهذه العصابات الإجرامية.